بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلمنا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا يا سميع يا عليم يا هادي. قلنا السورة ألفتت نظرنا إلى سعة علم الله، هو عليم، ما هو جاهل يا جاهلين، الله عليم وقريب، قالوا بعيد لا يراكم ولا يرقبكم ولا يسجل عليكم آثامكم ولا يحاسبكم يوم البعث كما تدعون أنه ليس هناك بعث. فالله نطق وأكد على ملا البعث حتمي، وانتم جيت كذبوا قالوا مسلمين، وكان جيت مسلم راك فهمت اللي فما يوم عسير ونبأه عظيم استنى بيك الإمام روحك مكشي هنا. ربي خلقك عبثا، ما خلقك لتعبده، أين عبادتك؟ تعبد في الشيطان والصولجان والجنس الحرام يكون مثلي ولا غير مثلي وهل هم جر. نسأل الله السلامة من كل ما أنتم فيه من غارقين مارقين، ألا لعنة الله على الظالمين، تمام اللعنة يا رحمن يا رحيم.